الجزائري يوسف حداد في نص رفح وداس على راس السنوار وماخذ راحتي، ويا زلمة معي وقت من هون لبكرة الصبح. هسا لما انت بتحكي انه المقاومة ناجحة والمقاومة منتصرة، وقت طلع الهنية جيش الدفاع الإسرائيلي، المحاربين والمحاربات، رجال ونساء دعسين على راس كل حمساوي مفطس اللي انت يا الدويري عم بتقول انهن محاربين ومقاومة. شو مقاومة؟ اي مقاومة خيا؟ والله بشرب فنجان قهوة وبعمل بيض ومنسف ومقلوبة واللي بدك اياه. والمقاومة خيا بتعرف وينهن؟ شايف طلع زي هذا الفار السنوار تحت الارض، هيك بالضبط كل حمساوي مفطس تحت الارض وياني برفح ومكيف. حلل يا دويري.